بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى طبعا داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. والفقره الاولى من حلقتنا بتبقى عباره عن مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها. والحقيقه يمكن المنافسات داخل النادي الاهلي يعني خلاص في بعض البطولات وصلت لنهايتها وفي بعضها وصل للمنتصف، يعني المنافسات على اشدها. فطبعا هنجيب لحضراتكم كل النتائج وكل الجولات اللي فاتت خلال الفتره القصيره اللي فاتت يومين ثلاثه واللي جاي كمان يومين ثلاثه في كل الالعاب. النص الثاني من حلقتنا فقره حواريه. يمكن عايز اوضح لحضراتكم معلومه يمكن الكثير ما يعرفهاش. النهارده يعني اول يوم في بطوله افريقيا للمنتخبات لكره اليد سيدات بمشاركة منتخب مصر منذ فترة طويلة. يمكن منتخب مصر كان ابتعد لفترات، منتخب السيدات لكرة اليد ابتعد فترات طويلة عن المنافسة الأفريقية وعليه كمان المنافسة الدولية. النهاردة تم تأسيس منتخب بقاله شهرين أو ثلاثة بيستعد، راح سافر السنغال. النهاردة أول يوم في البطولة فكان لازم نتكلم عنها وحظوظنا، يعني حظوظ الفريق انها يتأهل ومجموعتنا والمجموعات التانية ولو طلعنا من مجموعة نقابل مين. فكان لازم يكون معانا طبعا يعني خبير في هذا الموضوع ونتكلم معاه ومستقبل الفريق ايضا، لان طبعا المشاركة الافريقية دي البداية ولكن في مستقبل الاتحاد رسمه لهذا الفريق. هيكون معانا كابتن محمد عبد الوارث مدرب عام فريق كرة اليد سيدات بالنادي الاهلي، هنتكلم معاه عن كل شيء. طبعا هو نجم النادي الاهلي السابق وهنتكلم معاه عن المنتخب. وطبعا في يعني خبر معانا عن انضمام طبعا 6 لاعبات من النادي الاهلي للمنتخب، وهو عدد كبير يمكن اكتر نادي انضم منه لاعبات، هنتكلم عنهم بالتفصيل في الخبر اللي هيكون معانا بعد شويه. خلينا نروح لاخبارنا، وفي البدايه بنبتدي بكره اليد كالعاده، لان كره اليد زي ما حضراتكم عارفين بنتائجها مع المنتخب ونتائجها مع الفرق أصبحت يعني هي اللعبة الشعبية التانية، فلازم نبتدي بيها في كل أخبارنا. فرقتنا بتستعد بقيادة مستر ديفيد ديفيز لمباراة طلائع الجيش، مباراة مهمة جدا في الجولة ال 15 من الدوري وهتتلعب في صالة طلائع الجيش بمنشية البكري. المباراة إن شاء الله هتتلعب بكرة بإذن الله الساعة 4 عصرا إن شاء الله. طيب فرقتنا اخر جوله لعبتها او اخر مباراه كانت مع نادي الزهور وخلصت بنتيجه 29-18، يعني الحمد لله الفرقه نوعا ما شكلها بدا يظهر. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين محتاجين وقت لان في جهاز فني جديد جاي من وسط الموسم، انت محتاج على الاقل 10 مباريات والحمد لله الفرصه يعني مساعدانا. طيب يعني الاصابات هي المشكله اللي لسه بيعاني منها الفريق في بعض الغيابات وهنقولها لحضراتكم بالتفصيل. يمكن كمان فرصه معايا كابتن محمد عبد الوارث هنتكلم معاه عن الاصابات حتى في فريق كره اليد الرجال. يعني قصدي اقول لحضراتكم انه يعني الفريق بنوعا ما بدا شكله يظهر، بدا بعد ما رجع برابع العالم، يعني الفرقه خدت الثقه ان شاء الله الفتره الجايه نشوف اداء جيد وثبات في النتائج. يمكن ده كان خبرنا الاول. هنروح للخبر الثاني وهو كره اليد السيدات اللي اتكلمنا عنه من شويه، وان في 6 لاعبات من النادي الاهلي انضموا لمنتخب مصر للسيدات واللي بيلعب دلوقتي بطوله افريقيا النهارده اول يوم في السنغال. طيب مين هم اللي سافروا او اشتركوا مع المنتخب؟ معانا منه الله سيد، ليلى هيثم، شاهد الشواربي، امين هشام، تؤى كامل، وامين عاطف. دول سداسي النادي الاهلي اللي طبعا كان لهم الشرف ان يشاركوا مع منتخب مصر، والبطوله هتبقى من 9 ل 19 نوفمبر اللي احنا فيه ان شاء الله، يعني على 11 يوم تقريبا. طب مجموعتنا مين؟ وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل بقى طبعا مع ضيفي العزيز كابتن محمد عبد الوارث بعد الفاصل او بعد النصف الثاني من حلقتنا. تونس، المغرب، غينيا، الكونغو، برازافيل، دول مجموعتنا. يعني ان شاء الله اتصور كده ان احنا نتاهل، بس هنعرف المزيد طبعا مع يعني ضيفي هيبقى مع يعني ده طبعا كابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني للفريق، وده طبعا الفوتو سيشن او جلسه التصوير اللي جمعت الفريق قبل السفر الى السنغال. ويعني نتمنى التوفيق، يعني ده حلم احنا استنيناه كتير، ولكن المهم المشاركه طبعا، ولكن الاهم الانتظام. لازم الفتره اللي جايه منتخب السيدات لكره اليد يكون في انتظام في المشاركه، انتظام في الاعداد، لان انا شايف انه كره اليد خساره. يعني احنا ممكن نلاقي فريق سيدات قوي زي الرجال، احنا خسرنا كتير وفاتنا كتير، فاتنا ارقام وفاتنا بطولات وفاتنا ميداليات، خساره. يعني زي ما متفوقين في الرجال، يعني كما الحال في الاسكواش مثلا، الاسكواش رجال وسيدات احنا جامدين،
فهي اليد يعني راكبه على جينات الشعب المصري، فخساره. فطبعا احنا بنشكر اللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد كره اليد الحقيقه بهذا يعني الاهتمام وبهذه الخطوه، انه يعني اسسوا المنتخب، والجميل انه اغلب لعبته من اصغر السن. فطبعا ده يعني تخطيط او بلان ان هم عايزين منتخب يدي 10 15 سنه قدام ان شاء الله. الاستمراريه مهمه جدا باذن الله. هنروح لكره السله رجال. منذ لحظات انتهى المرتبط، يمكن بيلعبوا دلوقتي دور الثمانيه مع سبورتنج، خلينا ناخدها واحده واحده. بيلعبوا النهارده مع سبورتنج، او في رجال كره السله مع سبورتنج في دور الثمانيه. طيب المرتبط انتهى منذ يعني نصف ساعة أو ساعة، وخلص بفوز طبعا 79-71 فوز المرتبط 8 بونت. وطبعا كان وده لقطات من أرض الملعب في ماتش الرجال، ماتش الرجال. طيب الماتش بيتلعب دلوقتي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكان دور ال 16 مع هليوبلس، فوزنا كبار وصغيرين. والماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون مع سبورتنج يوم السبت هناك في اسكندريه. طبعا لو كسبنا النهارده كبار وصغيرين هيريح المهمه جدا للكبار بالاخص، يكفيك فوز المرتبط في هذا في هذه اللحظه، هتقدر ان انت في الفريق الكبير يعني تبقى مرتاح. طيب كده احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات حصريه من ارض الملعب. والجميل اللي عايز اقوله لكم ان قبل النهائي والنهائي هيكون بحضور جماهير، قبل النهائي والنهائي هيكون بحضور جماهيري، قبل النهائي يكون في صاله برج العرب، والنهائي غالبا هيكون هنا في القاهره. كل التوفيق طبعا لفريق الرجال والسيدات كمان عندهم، هنقول لحضراتكم الخبر اللي جاي. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا جبنا لحضراتكم لقطات من ارض الملعب، وانتهت المباراه منذ لحظات بفوز طبعا النادي الاهلي على سبورتنج 74-55 فرق 19 نقطه. ويمكن انا بس عايز اعلق سريعا على المباراه. الكوارتر الاول النادي الاهلي طلع خسران باسكت، الكوارتر الثاني تعادل، الكوارتر الثالث والرابع فرق 19 نقطه. فاذا الفرقه الكبيره بيبقى قوتها في الثالث والرابع. يعني احنا كنا دايما بنعاني في كره السله لفترات طويله ان احنا عندنا ازمه في الرابع وعندنا ازمه في الثالث، ولكن لما تلاقي ان انت الاول والثاني بتمشي كده وتيجي في تات والرابع يبقى الفرق الكبير ده، لا الحمد لله احنا عندنا سكواد كويس وعندنا يعني فرقه محترمه وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى. هنروح للسيدات. السيدات نجحوا ان هم يتاهلوا لنهائي دوري المرتبط عشان يلعبوا سبورتنج بعد ما استطاعوا ان هم يعدوا عقبه سموحه. الحقيقه سموحه في الجوله الاولى خسرنا، النادي الاهلي خسر المرتبط وكسب الفريق الكبير، بعد كده او يوم الثاني فزنا كبار وصغيرين وحصل التاهل. يمكن اخر مباراه انتهت بفرق كبير 92-64 للنادي الاهلي. النادي الاهلي في حاله كويسه، اللاعبات كلهم الحمد لله فايقين، وهو ده دايما اللي احنا بنبقى قلقين منه، ان يعني انت توصل للنهائي مثلا وتكون مش فورمتك، ولكن الحمد لله الفرقه كلها فورمتها. يعني عايز اقول لكم انه المباراه اللي جايه هتبقى مع سبورتنج الفاينل. طب سبورتنج اتاهل ازاي؟ اتاهل بعد ما كسب الجزيره، وكانت المباريات اللي حضراتكم شايفينها دي في قبل النهائي كانت في صاله برج العرب باسكندريه. دي اللي هيروحها الرجال الاسبوع الجاي ان شاء الله في حاله التاهل باذن الرحمن، ويعني وتخطي عقبه سبورتنج باذن الله هنلاقي الزمالك هناك. قبل النهائي يكون مع الزمالك كبار وصغيرين، والفاينل هيبقى غالبا مع الفائز من الاتحاد وجزيره ان شاء الله بعد 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 العوده دي او من برج العرب، هتتلعب اكيد في يعني في القاهره. طيب مباراه السيدات اللي جايه هتبقى مع سبورتنج زي ما قلت لحضراتكم في النهائي، وهتبقى يوم الاحد والثلاث اللي جايين على الصاله الرئيسيه باستاد القاهره. طيب يعني خلينا عشان نعرف المباراه واجواءها، مباراه الاهلي وسبورتنج اللي خلصت منذ لحظات، معانا سلا حامد مراسلتنا من ارض الملعب عبر الهاتف. ازيك يا سلا؟
زي حضرتك طبعا يا كابتن هيثم، يعني برحب بيك وبرحب بكل طبعا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومن داخل صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وفوز النادي الاهلي على سبورتنج في مباراه الذهاب من دور الثمانيه لبطوله دوري المرتبط الرجال. يمكن في هذه اللحظات كمان معايا يا كابتن هيثم الدكتور هيثم عاطف استشاري العلاج الطبيعي عشان طبعا يطمنا على حاله جميع لاعبي النادي الاهلي. طبعا يا دكتور هيثم برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا عايزك تطمن على حالة نجم الفريق طبعا إيهاب أمين بعد الإصابة، طمنا هل إن شاء الله هيقدر يلحق المباريات القادمة وبالأخص مباراة سبورتينج، وفي حالة التأهل هل هيلحق مباراة السيمي فاينل ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يعني إيهاب كان أصلا بيعاني من مزق في عضلة السمانة، والحمد لله رب العالمين يعني تعافى من الإصابة بنسبة 90%. بس طبعا يعني هنفضل ان احنا الماتش اللي جاي ان شاء الله اللي هو سبورتنج العوده في اسكندريه ده برضو هنحافظ ان هو يكمل تاهيله، شويه اكسرسايز تقويات، شويه انديفيدوال تريننج، بحيث ان هو ان شاء الله ربنا يكرم نخلص الدور ده ويلحق الفرقه بقى ان شاء الله في الدور اللي بعد كده ان شاء الله. يعني دكتور هيثم كمان عايزك تطمني هل في اي لعيبه تانية مصابه في صفوف الفريق ولا بس يعني هبه مين هو المصاب؟ والله كان عندنا برضو سبحان الله يعني في نفس التوقيت كان سيف برضو كان عنده زي مزق خفيف كده في منشأ العضلة الأمامية، وبرضو إن شاء الله يعني من أول الأسبوع اللي جاي هيجوين الفرقة ويكمل بقى التمرين، وإن شاء الله يستعد بقى للأدوار اللي جاية مع إيهاب ومع الفرقة كلها إن شاء الله. عايزك يا كابتن يا دكتور عفوا تطمني على حاله الفريق، يعني كل اللعيبه بخير وكلهم جاهزين ان شاء الله لمباراه الاياب مباراه سبورتنج في دور الثمانيه؟ ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الامور مستقره، ان شاء الله الاثنين يلحقونا من الاسبوع اللي جاي، وان شاء الله الامور مستقره واللعيبه كلها كويسه وربنا يكرم ان شاء الله دعواتكم. شكرا دكتور مسيل. الله يخليك، شكرا كده. طبعا يا كابتن هيثم ما كان معانا الدكتور هيثم عاطف استشاري العلاج الطبيعي بالفريق الاول لكره السله الرجالي، ويمكن طمنا يعني على حاله ايهاب امين وايضا يعني اصابه سيف سمير في صفوف الفريق، وانه ان شاء الله هيكونوا بنسبه كبيره طبعا متواجدين في مباراه الاياب امام سبورتنج يوم السبت المقبل ان شاء الله على صاله برج العرب في مدينه الاسكندريه. عوده ليك مره اخرى مره ثانيه للاستوديو كابتن، والكلمه ليك اكيد. سلا بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كان لقاء مهم جدا مع دكتور هيثم عشان نعرف منه حالة إيهاب أمين، لأن احنا شايفين طبعا الكثير من جمهور النادي الأهلي بيتساءل، وزي ما حضراتكم تابعته هو لا يعاني من حاجة في العضلة الخلفية زي ما بيكتب يعني، ولكن هي نتشة يعني في السمانة زي ما بنقول بلغة الرياضة، يعني بتبقى فيه زي مزق بسيط ملي في ملي كده أو حاجة تبقى نتشة في السمانة ممكن تلعب عليها على فكرة، ولكن بتبقى فيها خطورة. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين الجهاز الفني فضل يريحه، ولكن اللي عايز اقوله انه إيهاب أمين لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر وهو افضل لاعب في مصر دلوقتي بشهاده الجميع، ولكن مستر أجوست الحقيقه عامل توليفه كويسه جدا من اللاعبين، يمكن لازم اي فرقه تستوعب او تقدر يعني تستوعب غياب اي فرد، يعني مش دايما انت كنا يعني فترات من الفترات مع الفرقه لو لاعب او اتنين غابوا بيبقى الاداء مش كويس، ولكن مستر أجوستي عامل فرقه كامله الحقيقه، مهتم جدا بقطاع الناشئين، مهتم جدا باللعيبه اللي بتطلع بيديها فرصتها، باصص لسنه والتانيه والتالته، يعني انت لو قعدت مع مستر أجوستي واتكلمت معاه وقلت له النادي الاهلي بعد 4 سنين هيكون شكله ايه هيقول لك، لان هو شايف الدنيا وعارف مين اللي طالع ومين مكان مين ومين اللي هيستلم من مين، فده كان مهم جدا. فالنهارده بنشوف غياب إيهاب أمين، ولكن الفرقه الحمد لله بتكسب سبورتنج فريق محترم جدا، اي نعم معهمش محترف، وبالمناسبه النهارده انا كنت يعني قاعد مع بيبو طبعا رئيس جهاز الناشئين سامعين يعني اخبار ان سبورتنج هيجيب محترف في يناير، يمكن هيجيبه مع النهائيات او دوري سوبر محترف، اتصور الفرقه دي يعني مع جهاز فني يعني شاب بقياده وائل بدر مع لاعبين شباب مع محترف خبره، بالتالي الفرقه دي هيبقى ليها شأن تاني. فالنهارده بنكسب سبورتنج مرتاح، لا الحمد لله ماشيين كويس، وبشكركم يا جماعه على لقاء سلا حامد، يعني كان مهم جدا ان احنا نجيبه، بشكر فريق الاعداد كله وكل طاقم يعني او فريق عمل البرنامج. طيب هنروح ل يعني كره الطائره رجال، الناس كلها طبعا عايزه تطمن على الفرقه، عايزه تشوف شكل الفرقه خاصه بعد التدعيمات، كان عندنا جوله مع مصر البترول، على فكره مصر البترول عامله فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه، دي كانت تاني جوله من جولات المجموعه اللي احنا فيها المجموعه الثالثه، وخلص بفوز النادي الاهلي 3-0، النتائج جت كالاتي 25-21 25-20 25-17، الفرقه ماشيه بشكل جيد. كنت انا قابلت كابتن محمد مصالح ميدو من يومين في النادي الاهلي وسالته على الفرقه، الحمد لله الدنيا تمام، قال لي تمام، وقلت له طب الاصابات طمني على الاصابات، وقال لي انه طبعا يعني
بيحاول يعمل روتيشن على كل اللاعبين، عايز الكل يشارك، عايز الكل ياخد كل الخبرات الممكنه. والمباراه دي كانت اتلعبت امبارح على صاله نادي مصر للبترول. طبعا دي لقطات من المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل، ولكن المباراه بتاعت مصر البترول اتلعبت في مصر البترول. الماتش اللي جاي مع بتروجيت فريق قوي جدا في الجوله الثالثه، وهتكون على صالتنا في اهلي الجزيره ان شاء الله. كل التوفيق طبعا زي ما حضراتكم عارفين، يعني تبعا للنظام الدوري اللي حطه الاتحاد المصري. كل ده يعني انا اسف ان اقول كده، يعني مش مهم للاسف. هو المهم تتاهل من مجموعتك اول تاني تالت، وبعد كده تطلع مش عارف، ما اعرفش بقى هل هيعملوا نفس اللي عملوه الدوري اللي فات ويعملوا حاجه اسمها السوبر، وبعد السوبر يعملوا الدوري لاطاله امد الدوري شويه. يعني للاسف كل اللي احنا بنكسبه ده احنا الهدف منه التاهل فقط، ولكن يعني كل النقاط اللي انت بتحصدها دي هتيجي على الفاينلز زيرو. يعني لو فرقه جت في كل الادوار دي خسرت 3 مباريات 4 مباريات ولا حاجه، او فرقه كسبت كل مبارياتها ولا حاجه وكله بيتساوى بعد كده، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. يعني النادي المنافس خسر 3 4 مبريات واحنا كنا كاسبين كل مبارياتنا، ولكن طلعنا الدور اللي بعد كده بعد المنافس ما جاب 2 محترفين بعد ما خلصوا مشاركتهم مع انديتهم اللي في اوروبا، جم وطبعا كل ما سبق تم الغائه، بدانا من جديد. ودي كانت طبعا انا شايفها انفير بصراحه، ان انت تبتدي الموسم وكانك اللي فات ده كله ولا شيء. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفرقه تستمر على هذا المستوى، واحنا على اي ظرف على اي حاجه هنلعب ان شاء الله وهنستعيد اللقب مره اخرى. هنروح للسيدات، كان عندنا المباراه اللي جايه الاهلي والزمالك، ولكن تم تاجيلها. اتحاد الكره الطائره قرر تاجيلها وهيعلن عن المباراه في الساعات اللي جايه هتكون امتى. هي كان المفروض المباراه دي كانت هي الجوله اللي جايه، فاتحاد الكره الطائره برئاسة المهندس ياسر قمر قرروا يأجلوه. طيب الأهلي كان كسب في الجولة الأولى فريق الظهور 3-0، وكانت المباراة الثانية دي الجولة الثانية، ولكن اتأجلت، فهنلعب الثالثة وراها على طول لحين تحديد مباراة الأهلي والزمالك هتكون إمتى وعلى ملعب إيه. يعني ساعات بيكون الهدف إن هو يلعب في مباراة في ملعب يعني محايد، ولكن ما نعرفش يعني الأسباب إيه أو إمتى هيبقى المباراة، ولكن المباراة في الآخر هتبقى أجلت لما بعد ذلك وهيتم الإعلان عنها لاحقا. كل التوفيق طبعا لفريق كرة الطائرة سيدات بقيادة كابتن حمدي الصافي بعد التدعيمات والشكل الجيد اللي ظهروا فيه في مباراة الظهور. أتصور إن شاء الله فرقتنا السنة دي بإذن الرحمن رجال وسيدات بنسير على خطى يعني جيدة نحو طبعا الحفاظ في السيدات على الألقاب الدوري والكأس، والرجال استعادة الألقاب مرة أخرى اللي غابت عنا لمدة موسم واحد. طيب هنروح لنجمتنا ماهر شريف، نجمة النادي الأهلي للتنس الأرضي ونجمة منتخب مصر، وصلت الدور الثاني في بطولة كولينا للتنس بتشيلي. زي ما انتم شايفين ميار ما شاء الله أسبانيا فرنسا تشيلي ألمانيا، وهي دي التنس الأرضي وكذلك الاسكواش، بتروح أي حتة في أي بطولة عشان تجمع النقاط. ماهر شريف لاعبة منتخبنا الوطني ونجمة النادي الأهلي للتنس الأرضي تأهلت للدور الثاني من بطولة كولينا الدولية للتنس واللي بتتلعب في تشيلي. ماهر كسبت في الدور الأول لعيبة تشيلي بمجموعتين للاشيء، وجت نتائج الاشواط 6-0 6-0، وده استكمال طبعا لمسيره انتصارات. يمكن ميار قابلها اول الموسم سوء حظ باصابه في مشط القدم، ولكن تعافت منها ورجعت عملت انجاز كبير بحصولها على احد البطولات الكبرى في اوروبا وتقدمت في التصنيف بشكل كبير. هي طبعا دلوقتي بتحاول تخش في التصنيف اعلى واعلى. يمكن أنس نجمتنا الكبيرة التونسية يمكن كانت ماشية نفس المشوار، قعدت تقرب لغاية ما بقت دلوقتي مصنفة الثالثة عالميا، وده حاجة يعني إن شاء الله نتمناها الميار. ميار قادرة على ذلك وبتشتغل وبتكد وبتتعب، يمكن الحلقة اللي قبل اللي فاتت كان معانا والدتها وقد إيه اتكلمت عن إخلاصها والباشون اللي عندها والرغبة إن هي تحقق حاجة لبلدها ولنفسها. طبعا هنروح للسكواش، من التنس الأرضي للسكواش. أنتوا عارفين عندنا اليومين دول بتلعب بطولة العالم للجامعات في الاسكواش، ومصر بتستضيفها وبتتلعب على ملاعب مدينتي. طبعا بيشارك عندنا 2 من لعيبه النادي الاهلي في هذه البطوله، مصطفى عسل وسنا ابراهيم، والحمد لله ماشيين بشكل جيد جدا وصعدوا لدور نصف النهائي، وان شاء الله يعني باذن الله بيسيروا بخطى ثابته نحو الذهب ان شاء الله. مصطفى عسل وسنا ابراهيم لاعيبه منتخبنا الوطني ونجوم النادي الاهلي في الاسكواش صعدوا لقبل نهائي بطوله العالم للجامعات واللي بتتلعب في الفتره من 7 الى 13 نوفمبر اللي احنا فيه. مصطفى عسل كان بدا مشواره في البطوله بالفوز على بطل هونج كونج 3-0، وبعدين فاز على بطل جنوب افريقيا في دور الثمانيه بنفس النتيجه. مصطفى هيلعب في قبل النهائي مع زميله في المنتخب ونجم نادي وادي دجله يحيى التوساني.
ولو رحنا لسان ابراهيم فازت في دور ال 16 على بطله هولندا 3-0 وبعدين كسبت بطوله فرنسا بنفس النتيجه، وسان هتلعب في نصف النهائي مع بطله اسبانيا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا نجمنا مصطفى عسل، وخليني اقول لكم ان مصطفى عسل وسان ابراهيم اقوى المرشحين الحقيقه لهذه البطوله، وزي ما انتم شايفين يعني ما فيش منافسين. ده يدل ان سان ابراهيم على سنها الصغير ما شاء الله يعني خدت خطوات كبيره في عالم الاسكواش، ونفس الكلام بالنسبه لمصطفى اللي يعتبر في سنه ثانيه يا جماعه. يعني قصدي اقول لكم ان برغم من سنهم الصغير ولكن هم بيلعبوا في البيس اي او رابطه المحترفين للاسكواش، ومصطفى عسل ثالث العالم، وسنة اتصور ترتيبها دلوقتي بيتحسن لانها بتشارك بشكل مستمر. كان عندها يمكن اصابه في ركبتها عطلتها شويه، ولكن الاثنين ماشيين بخطى ثابته ان شاء الله نحو قمه الاسكواش في العالم. فطبعا بطوله زي دي مهمه جدا، والبطوله دي الحقيقه يعني قربت او قاربت على الانتهاء، وان شاء الله مصطفى عسل وسنة ابراهيم يفوزوا بيها باذن الله. كده خلصنا اخبارنا اللي داخل بطوله النادي الاهلي. خلينا نروح للاخبار المحليه. اخبارنا المحليه هتبتدي بالريشه الطايره. ناشئوا الريشه الطايره يصلون الى الكويت للمشاركه في البطوله العربيه. والحقيقه يعني اقامه بطوله عربيه للريشه الطايره ده حاجه تسعدنا وحاجه جيده، لانه البطولات العربيه او دخول طبعا الاشقاء العرب لهذه البطوله بقوه بيدي البطوله دي زخم. منتخبنا الوطني ريشه الطايره وصل امبارح الكويت عشان يشارك في البطوله العربيه للناشئين، واللي هتتلعب في الفتره من 8 ل 12 نوفمبر اللي احنا فيه. البعثه بتضم 12 لاعب ولاعبه: كريم وائل، عبد الحكيم، ابو بكر زكريا، عبد القادر، ابو بكر زكريا عبد القادر، فاطمه محمد ربيع، فريده محمد فكري تحت 15 سنه، ومعاهم الرباعي سيف عمر عادل، محمد حجازي، جنى الغمري، مريم علي تحت 17 سنه. اما فريق 19 فبيضم يوسف محمد، معاذ هشام، جنى الوزيري، ريم حسين. البطوله بيشارك فيها 12 دوله وهم السعوديه، الامارات، البحرين، قطر، لبنان، العراق، الاردن، سوريا، فلسطين، الجزائر، مصر، بالاضافه الى الكويت البلد المستضيف. خليني اقول لكم انه الريشه الطائره في مصر بتاخد قفزات جيده، والاحتكاك ده مهم جدا، احتكاك بكل المدارس وكل المستويات ده بيساعدك. يمكن لعبه مش محتاجه امكانيات كبيره جدا في ممارستها، وفرصه كويسه انها تخش مع الالعاب الفرديه اللي احنا بنتميز فيها زي رفع الاثقال، زي الاسكواش، زي الكاراتيه، زي الالعاب الفرديه اللي مصر فيها في التصنيفات العالميه عاليه. فرصه كويسه ريشه الطائره بيبقى يعني دايما بيكون يعني امكانياتها قليله او مش محتاجه امكانيات كبيره عشان ترعى منتخب. نتمنى طبعا ان هم يحققوا مزيد من الانجازات، وكل التوفيق لهم في البطوله العربيه ناشئوا الريشه الطائره. طيب مصر تخسر، احنا خليني اقول لكم قبل ما اقول الخبر، كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن فريق الكره الطائره جلوس، وبيلعبوا بطوله العالم دلوقتي، ويمكن الميديا مش مديهم حقهم، واحنا دايما ختمنا بيهم الحلقه اللي فاتت، وكانوا عملوا انجاز وطلعوا دور ال 16. وكنت قلت لحضراتكم ان هم طلعوا دور ال 16 كاول المجموعه، بفضل الله كسبوا ال 16، وبفضل الله كسبوا دور الثمانيه، ولعبوا قبل النهائي ولكن خسروا قبل النهائي، وهيلعبوا على البرونز ان شاء الله. طبعا بنقول لهم الف مبروك، انجاز كبير جدا وصولكم قبل النهائي، نبقى من اعظم او اكبر اربع دول في الكره الطائره يعني جلوس. الحقيقه حاجه يعني جيده جدا، ومناسبه للاعب البوسنه على الميداليه الذهبيه. خليني اقول لحضراتكم التفاصيل. منتخبنا الوطني الاول للرجال لكره الطائره لذوي القدرات الخاصه جلوس هيلعب بكره على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم، واللي بتتلعب دلوقتي في عاصمه البوسنه والهرسك سراييفو في الفتره من 4 ل 11 نوفمبر اللي احنا فيه. المنتخب كان خسر قدام منتخب البوسنه واللي هو واحد من اقوى المنتخبات. لا يمكن احنا خسرنا بالبوسنه طبعا صاحب الارض وصاحب الجمهور، وبكره الثالث والرابع خسرنا 3-0. منتخبنا كان صعد لقبل النهائي بعد تصدره المجموعه الرابعه بعد فوزه على كل من هولندا واوكرانيا ورواندا بنتيجه 3-0، وبعدين كسبنا بولندا بنفس النتيجه، وبعدين فزنا على المانيا 3-1 في دور الثمانيه. منتخبنا بيشارك في البطوله دي ببعثه مكونه من 12 لاعب وهم هشام الشويخ وحماده حسن، نقول 12 بطل مش لاعب بقى، خلينا نقول 12 بطل: هشام الشويخ وحماده حسن وشعبان خاطر واحمد سليمان واحمد عامر وحسام مسعود وسيد موسى واحمد زكي واحمد ذكري وزكريا ايوب ومحمد ابو اليزيد ومطاوع ابو الخير وانور عبد الرحمن، ومعاهم جهاز فني بيتكون من الدكتور وجيه حمدي رئيس الجهاز، محمد رؤوف مدير فني، محمد بشير مدرب عام، الدكتور سامح السيد طبيب، الدكتور عادل عرفات رئيس البعثه. الف مبروك للمنتخب، الحقيقه انجاز كبير. يمكن احنا النهارده ضامنين على الاقل رابع العالم، ان لم يكن ان شاء الله برونزيه، بكره ربنا يوفقهم. وعايز اقول لكم ان ده انجاز كبير، بنبارك للاتحاد البارالمبي طبعا للكره الطائره، وبنبارك للاعبين، انجاز كبير جدا الحقيقه. تخيلوا عندك منتخب رابع عالم، منتخب بيحققوا انجاز زيهم زي كره اليد مثلا اللي حقق رابع عالم. احنا بنتكلم على منتخب
الميديا مش مديله حقها، ولكن احنا هنا في برنامج الابطال ده دورنا ان احنا نجيب لكم الابطال ونحط الضوء عليهم. الف مبروك، وبننتظر ان شاء الله عودتهم بفارغ الصبر عشان الحقيقه نحتفل بيهم ونحتفل بانجازهم الكبير. الحقيقه كده تكون انتهت اخباري النهارده. خليني اطلع لفاصل عشان استقبل بعد الفاصل كابتن محمد عبد الوهاب المدرب العام لفريق كره اليد السيدات بنادي الاهلي، عشان نتكلم معاه عن بطوله افريقيا للمنتخبات اللي بيشارك فيها منتخب مصر، واللي ابتدت النهارده في السنغال. هنتكلم معاه عن حظوظنا للتاهل ومجموعتنا، هنتكلم عن كل شيء ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبتدي حوارنا وكلامنا مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا مدرب عام لفريق كره اليد سيدات بالنادي الاهلي. وهنتكلم معاه النهارده عن منتخب مصر ومشاركته اللي ابتدت النهارده في بطوله امم افريقيا لكره اليد سيدات. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا في مكانك وبيتك قناه النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن ياسر، بنورك. كابتن محمد، يمكن الجمهور محتاج يعرف اكتر، يمكن البطوله مش واخده حيز اعلامي كبير بالرغم ان الاتحاد حاول الحقيقه يحط الضوء عليها، لان منتخبات مصر السيدات بقى لها كتير ما شاركتش وما كانش فيه اهتمام قوي بالشكل ده. فعايزين يقول يعني معلومات عن البطوله للساده المشاهدين، وبعد كده هنروح بقى بالتفصيل عن منتخب. اتفضل. تمام. طبعا هي دي النسخه ال 25 اتلعب في داكار من 9 ل 19 نوفمبر 22. نعم. البطوله شارك فيها 13 منتخب مقسومين لثلاث مجموعات. مصر استضافت البطوله اربع مرات، كانت سنه 83 91 و2004 و2010. طب يعني احنا كده يعتبر اخر مشاركه حقيقيه، ما طالما استضفتها يبقى انا كنت بشارك بقوه. دي كانت بالظبط، يبقى اخر مشاركه كنا يعني حقيقيه كانت 2010، يمكن 2012 كمان، يعني ناجي بيبلغني 2012. يعني اخر مشاركه، يعني 10 سنين احنا بعيد بالظبط. كتير. وهي دي كانت المشكله، وهي دي اللي حصل تاثير فيها الفتره الاخيره في السيدات عندنا، اذا كان في الدوري عموما او كمجمل عموما في بعيد. طبعا منتخب مصر خسر كتير بان هو ما بيشاركش في البطولات، واحنا عندنا كمان محترفات بره مصر ولعيبه حب جمعه هايل بصراحه موجودين. فهي دي بس كانت الازمه اللي عندنا كتير. طيب مين المنتخب الاكثر حصول على هذا اللقب؟ طبعا منتخب انجولا 14 لقب، والكونغو برازافيل اربع مرات. يعني يبقى منتخب انجولا اخر حامل لقب، صح؟ بالظبط. هو منتخب انجولا تقريبا هو اللي مسيطر دلوقتي في الساحه. هو والكونغو طبعا، ويليهم تونس. تمام. في منتخب تونس ثلاث مرات مركز اول، وخمس مرات مركز ثاني، وثلاث مرات مركز ثالث. نعم. منتخب كوت ديفوار مرتين مركز اول، خمس مرات مركز ثاني، اربع مرات مركز ثالث. منتخب نيجيريا حصل على لقب البطوله مره واحده ووصيف مره. نعم. ومركز ثالث مره. في منتخب الجزائر حصل على المركز الثاني مره والمركز الثالث ثلاث مرات. منتخب مصر حصل على المركز الثالث مره واحده عام 74. لا، عايزين نقف هنا. يعني تخيل يا كابتن، يعني منتخب مصر حصل على المركز الثالث مره واحده سنه 1974. بالظبط. ما فيش تاريخ. ما هي دي المشكله، هي دي المشكله، ان احنا ما كانش في يعني الضوء ما كانش مسلط على الهاندبول سيدات في مصر. هي دي كانت الازمه، وهي دي اللي كانت مقصره، وهي دي كانت المشكله برضو. جت لفتره للولاد كان برضو ما كانش في السبوت عليهم، بدا التركيز معاهم، بدا نتائج تحصل، بدا منتخب الرجال دلوقتي بقى في حته تانية، بقى من اول اربعه اولمبياد كاس عالم. فدي كل ما يبقى في تركيز على لعبه معينه او حاجه، ودي بقت لعبه تقريبا يعتبر لعبه شعبيه موجوده في مصر. صحيح، لعبه شعبيه تانية بكل المقاييس. بالزبط. بكل المقاييس خلاص بقت لعبه شعبيه تانية. فيعني ان شاء الله نبتدي من صفحه جديده، وابتدي بقى التاريخ يبتدي يكتب مع هذا الجيل. اتفضل يا كابتن. بالظبط. وفي منتخب الكاميرون اربع مرات مركز ثاني وثلاث مرات مركز ثالث. منتخب السنغال مرتين مركز ثاني. منتخب كونغو الديمقراطيه وصيف مره ومره واحده، والمركز الثالث مرتين. تمام. طب كابتن، يعني احنا النادي الاهلي هو اكبر تاريخ محلي في كره اليد السيدات. تمام. ولما اتعمل المنتخب احنا توقعنا ان هيكون المنتخب قوامه الاساسي من النادي الاهلي. ده طبيعي، لان الاهلي يمكن 30 سنه ولا 35 سنه احنا يعني حامل اللقب. هو كان محتكر تقريبا الفتره الاخيره، البطولات كلها اللي كانت موجوده. طيب احنا عندنا ست لاعبات اشتركوا دلوقتي او مشاركين مع المنتخب. بالظبط. كان متوقع يكون اكتر، ايه اللي حصل؟ هو بالفعل هم كان فيه تسع لعيبه مش من القوام المنتخب الاساسي اللي موجودين، بس حصل في ثلاث اصابات. ناصر عيد حصل فيه شرخ
او خلع الصباع او عملت عمليه. صحيح. في دعاء حلمي جالها سبرين انكل قوي جدا. فين؟ في المنتخب؟ مع المنتخب؟ كان مع المنتخب طبعا. يعني اتصابت مع معسكر المنتخب. ده مع المنتخب طبعا. هي نصرة بس الوحيده اللي كان في ماتش في الدوري. في دنيا صقر برضو نفس الكلام، كان جالها مزق في البطن، وهو ده برضو دي كانت قبل البطوله. يعني نص كانت دنيا ودعاء الاثنين كانوا قبل البطوله، ما فيش 10 ايام تقريبا، فكان هم نصيب. كان هم من ضمن القوام نصيب والحمد لله. يعني الحمد لله طبعا. حضرتك يعني الطبيعي كان يبقى فيه 9. طبعا تواجد 6 النهارده برضو مش عدد بالقليل. طبعا مش عدد قليل طبعا، من 6 من 17 لعيبه تلت المنتخب تقريبا. وكل الانديه، شمس فيه 3، سبورتنج فيه 3، وكان في حارس المرمى حضرتك قلت لي امنيه كمان كانت، وكان في كمان كانت امنيه كانت موجوده برضه، بس هي استبعدت في الفتره الاخيره. بس فاحنا كان عندنا 10، ودي كان بتاثر علينا احنا كفريق النادي الاهلي واحنا في التمرين الفتره الاخيره. ما كانش مع طيب احنا يا كابتن اتكلمنا كتير انا قبل ما اروح للبطوله واتكلم عنها. بس احنا اتكلمنا هنا في البرنامج وكان حصل هزه في المستوى في الاول، وكسبنا الزمالك باداء رائع جدا. تمام. وبعد كده تلقينا هزيمه بين هليوبلس، هزيمه الطيران. الطيران تمام. واحنا هنا قلنا الكلام ده، قلنا يا جماعه المنتخب بيتجمع 3 ايام في الاسبوع او 5 ايام في الاسبوع او 4 ايام. 4 ايام لا اكتر كمان، كان بيتجمع من يوم الاحد. احنا كنا بنلعب ماتش السبت وبيتجمع من يوم الاحد ليوم الخميس. حد 2 3 4 5 5 ايام. 5 ايام. وتجي لك اللاعيبه او اللاعبين بقى اللي هم ما كانوش بقى 9، كانوا عدد عشرة. كبير كانوا 10 اللي هو نص فرقتك بالظبط. يروح صح؟ مش انا بقول له ده صح؟ لو انا يعني ما هو مش نص، هو ممكن يكون اكتر من نص، عشان احنا اللي موجودين معانا احنا في 4 لاعبين من فريق 2004 متواجدين معانا، كانوا برضو موجودين في منتخب 2004 كمان. يعني انت بتتكلم 14 لعيبه. احنا كان التمرين عباره عن 5 لعيبه. يعني احنا لما قلنا واتكلمنا ودافعنا ان 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 الفرقه ما اتمرنتش مع بعض حاجه، ما بتتمرنش. بس طبعا منتخب مصر هو الاسمى وهو طبعاً الهدف طبعا، واحنا متحملين ده. بس لازم جمهور النادي الاهلي يبقى عارف كلامي صح؟ أكيد. لا هو اكيد طبعا، احنا كان عندنا ازمه من بدايه ما يعني الجهاز استلم فريق السيدات. اول ما بدانا كان المنتخب ساعتها كان بدا هو كمان فتره الاعداد بتاعته، عشان طبعا كان هو عنده ازمه في الوقت ان هو ما كانش كان مضغوط طبعا. فبدا يعمل التجمعات اسبوعيا 5 ايام. فطبعا دي كانت بالنسبه لنا كانت مشكله. نعم. من اول الموسم احنا ما بداناش كفريق ان احنا ممكن ايام تتعدى على الصوابع مثلا. احنا سافرنا حتى معسكر في اسماعيليه عشان نعرف نجمع اللعيبه 4 ايام. ال4 ايام دول في اول يومين كان اللعيبه كانوا في المنتخب وجولنا، يعني كمان معسكر ودخلته ناقص بالظبط. فدي كانت عندنا هي الازمه اللي حصلت معانا حتى في بدايه الموسم. كان عندنا ماتش سموحه برده كان فيه خساره. نعم. دي كانت برده من سبب الازمه، ان احنا كان لسه وعندنا في عناصر جديده بتخش بالزبط. في لعيبه صغيرين لسه بتطلع، فما كانش في تجانس خالص تماما. يعني كلامنا كان حقيقي وكان صح، لان احنا كنا شايفين ده بالظبط. ولكن انت عارف حضرتك انه يعني الجماهير ممكن ما بتبقاش بتتابع المباريات، فبيسمع بيقرا خبر هزيمه النادي الاهلي ما بيبقاش عارف الكواليس. ما هي دي هي دي. فانا كنت حابب اتطرق للموضوع ده عشان الناس تبقى عارفه ان انتوا بتتحملوا كجهاز فني عبء ان انتوا عايزين تشتغلوا في وقت ضيق وتدوا بالزبط. كل الشغل بتاعكم. ويعني معلش انتوا جهاز فني قوي جدا، يعني معلش انتوا كل انتوا خبرات مع الولاد، يعني كابتن محمد عادل زولا وحضرتك وكابتن ميشو معانا برضه، وكابتن ميشا كمان يعني من الناس العظماء جدا، وهو كان مع الجهاز الفني الرجال اتاهلوا بالسوبر بالظبط. فيعني قصدي اقول ان حضراتكم اسامي كبيره، بس محتاجين الفرقه تتجمع. هي دي كانت مشكلتنا، واحنا كنا بنعاني منها ان احنا مش عارفين نخرج اللعيبه من الاجواء اللي هم كانوا فيها. وكمان المشكله كانت الموسم الاخير كان بلا بطولات بالظبط، عدم توفيق. فهي دي طبعاً, فهي دي كانت المشكله عندنا، ان احنا ازاي نعرف نخرج اللعيبه من الاجواء اللي هم فيها، ان هم يبداوا تاني يرجعوا الثقه في نفسهم تاني، يبداوا يشتغلوا تاني. والحمد لله دي بانت معانا في ماتش الزمالك. طبعا كان مباراه اهلي الزمالك طبعا كان سيبك من المكسب كمان، بس طبعا الحمد لله كمان كان حاجه مزيكا بيقول بالظبط. الحمد لله يعني الحمد لله. فدي بس هي دي كانت ازمتنا هي، وكان ماتش الترام. بس خلي بال حضرتك انت مش 6 غايبين عنك بس عشان المنتخب، انت عندك 7 المحترفه التونسيه، ودي برضو نفس المشكله. هي عندها بتلعب مع منتخب تونس دلوقتي؟ لا هي مش متواجده، هي مش متواجده مع منتخب تونس، هي عندها ظروف. مش بس هي سافرت. هي سافرت طبعا. سافرت وراحت معاهم. بس انا مش قصدي بتشارك في البطوله، بس كانت معاهم في المعسكر وكانت وبتاع بس ما شاركتش بالزبط. فطبعا غايبه عنك كمان. هي دي كانت مشكله كبيره طبعا عندنا، احنا كنا بنعاني منها. فالحمد لله. طيب خلينا يا كابتن يعني
نتمنى لكم التوفيق، ولا الفرقه لما ترجع بتهيالي عندنا وقت كافي. صح يا كابتن وانا غلطان؟ عندنا لا وقت اكيد طبعا الفتره الجايه، بس هم احنا عندنا هنبدا رجوعنا للمباريات يوم 25 و26. المنتخب هيرجع طبعا يوم 22 تقريبا او وقت ضيق برضه. فطبعا هم كمان المشكله ان هم هيرجعوا البطوله مجهدين. لازم ياخدوا فتره راحه اسبوع، ففتره الراحه دي طبيعي بنتكلم من 5 ايام لاسبوع، فاحنا ما عندناش اصلا غير 5 ايام عقبال ما يرجعوا. فهو طبعا هياخدوا فتره الراحه، يعني ممكن اول مباراه ما يكونوش مشاركين معانا. طب انت هتشتغل كجهاز فني على ده ازاي يا كابتن؟ يعني يعني المشكله موجوده اهي وانتوا لامسينها ما شاء الله وشايفينها، تمام، هتعملوا هتشتغلوا على ده ازاي؟ والله في طرق جديده ان احنا بنجهز المجموعه المتواجده معانا في حاليا دلوقتي موجودين معانا في مصر، شغالين عليهم ان هم انتوا التمرين كام لعيبه مثلا؟ التمرين حاليا دلوقتي احنا بنتكلم في 12 لعيبه مثلا. 12 لعيبه ده 12 لعيبه ده من الناشئين، من الناشئين طبعا احنا بنطلعهم معانا فوق عشان نحاول بقدر الامكان ان هم يبقى ليهم دور موجودين معانا الفتره الجايه، عشان انا ما اضمنش الظروف ايه اللي هيحصل من كذا. عندك اصابات كمان، ممكن تحصل اصابه، ممكن اجهاد، ووضع طبيعي ان هم اي لعيب من بعد اي بطوله لازم الكيرف بينزل، ينزل اصابه، ينزل راحه، ينزل اجهاد، هي دي مشكله. فاحنا بنحاول نجهز اوراق تانية تبقى موجوده معانا في الفتره الجايه لغايه لما لعيبه المنتخب تقدر تسترجع تاني قوتهم ويبدا حاله الاستشفاء تاني ترجع، ونقدر نحاول بقدر الامكان ان الامور تبدا معانا بشكل طب أقل. الجهاز الطبي متابع المصابين؟ يعني نصر عيد انا سامع ان قربت خلاص، يعني نصر عيد الحمد لله هي فكت الجبيره خلاص وبدات تشتغل علاج الطبيعي، وهي اصلا من البدايه يعني انا بيعجبني فيها بصراحه ان هي من البدايه من اول ما عملت العمليه ما كمل يعني 4 5 ايام بدات تنزل معانا التمرين، بدات تشتغل طبعا على نفسها. هي ايديها متكبسه بس هي بتجري يعني. هي طبعا الحمد لله هي كبدنيا هي جاهزه 100%، بس هي طبعا هي الهاندبول بس هي اللي ناقص، فهتبدا تيجي واحده واحده ان شاء الله. طب وبالنسبه لدنيا صقر ودعاء حلمي؟ دنيا صقر ودعاء حلمي، دعاء بدات تنزل يعني تبقى متواجده معانا في التمرين دلوقتي حاليا، بقى لها تقريبا 2 3 يومين بدات تنزل تشارك معانا في الهاندبول. دنيا لا لسه قدامها مثلا على بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. حلو، الدنيا بتتلم. والله الحمد لله الدنيا بتتلم، يعني الامور الحمد لله مش متصعبه بزياده عن اللزوم، بس طبعا فيها مشاكل. فهي طبعا مشاكل، ما هيش الدنيا سالكه وفريقها بالظبط، هي دي بس المشكله عندي. طيب هنرجع من ال 25 26 نلعب، وبعد كده هل في توقفات تانية للمنتخب في حاجه ولا كده بقى لغايه اخر الموسم؟ لا يعني لغايه اللي هو اللي احنا الاتحاد مبلغنا ان هو من بعد بطوله افريقيا مش هيبقى فيه توقفات خلاص، هنبدا نكمل الدوري عشان احنا الدوري عندنا طويل. طويل بالظبط. احنا طبعا هو الفكره ان هو احنا بنلعب دور اولاني 18 فريق 18 فريق بتلعب 17 مباراه، الاول 17 مباراه دول عباره عن ان انت 8 و8 عشان تبدا تخش الثمانيه اللي فوق هيلعبوا بعض، بعد كده تبدا تاخد الاربعه، فكل ده بياخد معاك. بس على فكره طويل. النظام ده لاول مره يبقى لصالحنا. ليه بقى؟ انت محتاج ماتشات وعايز بالظبط يبقى في هارموني. ما هي دي، ما الحمد لله احنا دي ساعدتنا ان احنا يبقى في مباريات كتيره تبقى موجوده بالزبط. عشان نقدر ونتائجها مش مؤثره قوي بالظبط. هي دي الميزه، عشان كده احنا ما ركزناش في موضوع الخساره غير في الحاجات المهمه ان احنا نقدر ناخدها ونتعلم مباراه بالظبط. الله ينور عليك. ان هي اللعيبه تبقى فاهمه بالنسبه لها ان احنا كل الدور الاولاني ده عباره عن تدريب، ان احنا ازاي نقدر نوصل للفورمه بتاعتنا او الشكل اللي احنا عايزينه للوقت الجد. كلام 100% سليم. طب يا كابتن خليني اقول ان انتوا كجهاز فني كان تجربتكم الكتير مع الولاد بالظبط بحكم انه كانت يعني مش عايز اقول ايه، بس هو الاهتمام كان بالمنتخب الرجال يعني طبعًا. وكان دوري قوي وبتاعه وحضراتكم اسامي كبيره طبعًا. فلما جه كابتن خالد العوضي طبعا وهو يعني رجل هاندبول قديم ونائب رئيس اتحاد ويعني راجل يعني جوه النادي وعارف، فتوليته المسؤوليه. انتوا كجهاز يعني ليكوا خبرات مع الولاد كبيره، ولكن توليته السيدات. في فرق ما بين التعامل مع فرق الرجال وفرق السيدات؟ يعني هل مثلا الفرق في الهاندبول يعني بتكلم عن الناحيه الفنيه، ايه الفروق اللي حضرتك شايفها؟ هو اكيد طبعا في فروق فنيه طبعا ما بين الرجال والسيدات، بس انا من وجهه نظري بشوفها، انا عشان السنه اللي فاتت اشتغلت مع السيدات ممتاز. كان مع مرتبط السيدات، الميزه عندهم ان هو شغلك بيبان بسرعه غير ماشي. الولاد يعني ماشي. الشغل بيبان اسرع غير الولاد، فدي حاجه ميزه، بس هي الفكره كلها اللي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نوصل لها لضيق الوقت، وطبعا اللعيبه مش موجوده، بس الحمد لله هي بدات تظهر معانا واحده واحده، بدا شكل اللعيبه يختلف. طبعا احنا بالنسبه لنا متعودين طبعا على شغل الولاد، بس هي الفكره كلها ان انا بتعامل
كسيستم عندي سيستم ولاد بالظبط هي الفكره كلها. بس طبعا مع فرق اللي انت بتتعامل مع اشخاص بالظبط اللي هي دي هي الامكانيات البدنيه مختلف التعامل في حاجات معينه تختلف بالظبط. فهي دي بس المشكله. بس انا شايف ان الموضوع مش فرق كبير خالص، هو الموضوع يعني مش صعب. صحيح، وربنا يوفقكم. وعايز بقى نرجع للبطوله ونشوف جدول مبارياتنا ومجموعتنا، بس استاذن حضرتك اطلع لفاصل يا كابتن. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن بطوله افريقيا لكره اليد السيدات، واللي انطلقت النهارده اول مباراه او اول يوم في البطوله. نكمل كلامنا مع كابتن الكبير كابتن محمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، ومكملين حوارنا مع كابتن محمد عبد الوارث، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب العام لفريق السيدات لكره اليد في النادي الاهلي. كابتن محمد، يمكن محتاجين بقى نستعرض بقى الساده المشاهدين، نرجع بقى تاني لبطولتنا السنغال والمنافسات القويه والفرق القويه جسمانيا. تمام، نشوف المجموعات. حضرتك قلت في البدايه ان هم ثلاث مجموعات. تمام، استاذن حضرتك نستعرضهم مع الساده المشاهدين. المجموعه الاولى هتبقى انجولا، كونغو الديمقراطيه، الراس الاخضر، الجزائر. المجموعه الثانيه هتبقى تونس، الكونغو، دي احنا المجموعه اللي احنا فيها. كونغو بروزافيل، غينيا، مغرب، مصر. المجموعه الثالثه كاميرون، سنغال، مدغشقر، كوت ديفوار. طيب نتوقف هنا ونحل المجموعه مجموعه كده يا كابتن. يعني ناخد الاول نبتدي بمجموعتنا اللي تهمنا، يعني كل المجموعات الاخرى او المجموعتين التانيين اربع فرق. تمام، باستثناء مجموعتنا خمس فرق بالظبط. طيب شايف وجود فرقه زياده، يعني مباراه زياده عليك، دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ انا بالنسبه لي طبعا حاجه كويسه جدا، عشان حاجه تانية. انا اول حاجه، انا بالنسبه لي طالع بطوله افريقيا دي، ده اول احتكاك ليا. انا بجهز فريق، نعم، طالع من غير محترفين، فانا بجهز فريق لقدام. فدي حاجه، نعم، بالنسبه لي كل ما العب ماتشات كتيره كل ما انا مستفيد. كويس، خبرات، برافو. اللعيبه اللي موجودين على اعلى مستوى، اذا كان يعني تقريبا هم 60% من ناشئين 2002 و2004 اللي هم لعبوا كاس عالم، لعبوا كاس عالم اللي خدوا تامن تقريبا، في تامن وفي فريق تاني خد سادس تقريبا. يعني انا عايز اقول نتائج كويسه، جايبين نتائج طبعا كويسه جدا. بس ده يعني خليني برضو اقف عند الحته دي، معلش يا كابتن انا مش عايز اعدي تفصيله عشان السبب شديد. المنتخب هنا كان في اسامي كبيره، الاتحاد او المدير الفني ما طلبهاش. تمام، كابتن مروان صح؟ انا غلطت كلامي صح؟ كابتن رامي، كابتن رامي ما طلبهمش، كان زي مثلا مروان عيد ورحاب جمعه، برغم ان هم ليهم اسامي ويلعبوا في الدوري الفرنسي والكلام ده كله، بس هم ليهم تارجت، هو عايز يعمل منتخب شباب او شابات عشان باصص لقدام. الكلام ده مظبوط؟ يعني الرؤيه دي انت شايفينها زي ما احنا شايفينها؟ هي في الاول وفي الاخر هي وجهات نظر. هو حصل طبعا مشوشات كتيره في الفتره اللي فاتت، ازاي وناس بدات تتكلم ازاي المحترفين مش موجودين، وحصل طبعا محترفين زعلوا، وحصلت يعني شبه تاتشات خفيفه كده. بس هي في الاول وفي الاخر طبعا هي وجهات نظر مدرب، هو المسؤول عن كل حاجه. تاني حاجه انا شايف ان هم بيفكروا، او الرؤيه اللي الاتحاد بيفكر فيها، ان هو دلوقتي عايز يجهز العناصر الشباب اللي هي كانت متواجده في البطولات الاخيره، زائد المجموعه الخبرات اللي موجودين في الدوري، نعم، يبدا يطلع بيهم. وفي الاول وفي الاخر انا لسه بكون فريق. وخلي بالك يا كابتن رامي كان ليه تصريح برضه يا كابتن محمد، معرفش حضرتك سمعته زيي، كان هو قال انه انا يعني لما الناس يعني مش هاجموه، يعني انت يعني ناقشوه في هذا القرار بالزبط. يعني على السوشيال ميديا وكده، وقالوا طيب انت ما جبتش المحترفات ليه معانا؟ كانوا يدينا قوه وكده. قال والله انا بجرب، انا دلوقتي مش عايز احرقهم معايا، انا دلوقتي لو انا رحت وعايز اشوف ده فكر طبعا بالظبط، قال لك انا عايز اشوف قوتي الحقيقيه بالظبط، ولو انا يعني اتوفقت بوجودهم بعد كده هيكون اضافه. يعني هو أكيد مش مستبعدهم فور ايفر، اكيد اكيد، يعني هو بالعكس هو هيطلبهم، ولكن هو شايف انه الفرحله دي، المرحله دي عايز يشوف يقف على ارض الواقع. فكل بالزبط. زي ما قلت لحضرتك كل واحد وليه وجهه نظر. هو ممكن صحيح. تكون فكرته ان هو عايز يدي فرصه للمجموعه اللي موجوده اكتر، عشان لو المحترفين موجودين معاه هم هيتحسبوا عليه. صحيح، اوريدي لازم يبقوا متواجدين في الملعب، فطبعا نسبه المشاركه لباقي اللعيبه هتبقى قليله. صح، هي دي الفكره كلها، ان هو عايز يبدا يشتغل على المجموعه الشباب اللي موجوده، زائد المجموعه اللي هم الخبرات اللي موجوده هنا، زائد ان احنا لسه قدامنا، احنا بنبص لقدام. انا دايما واحد ما بحبش ابص تحت رجلي، انا ببص لقدام، قدام اللي هو عندي كاس عالم، ان انا عايز ابقى موجود في التصنيفات، عايز ان انا ابقى رؤيتي ان انا اوصل لحته تانية كبيره، مش عايز اوصل دلوقتي بالظبط. هي نفس فكره الرجال، قعدنا فتره مش متواجدين، قعدنا فتره نحارب نجاهد لغايه لما قدرنا نجهز قوام منتخب محترم جدا، عالي جدا، خبرات
زائد ان بقى في محترفين بدات تبقى موجوده، فبالتالي انا هحتاج المحترفين اكيد الفتره الجايه لازم هيبقى ليهم دور. هم طبعا لعيبه خبرات، لعيبه بيلعبوا في مستويات عاليه في الدوري الفرنسي من اقوى المستويات في الهاندبول، فوضع طبيعي ان هم لازم هيبقى ليهم دور، حتى لو ما لهمش دور جوه الملعب لازم يبقى ليهم دور مع الفريق. نعم، واحنا يعني متشوقين نشوفهم سواء أكيد مروه طبعا او حاب. اكيد اكيد طبعا متشوقين نشوفهم مع المنتخب، لان الحقيقه الاثنين دول عملوا او عملوا سمعه جيده جدا. لا لا اكيد طبعا طبعا فرنسا. هو اي حد طبعا يبقى من مصر موجود في اي دوله اوروبيه وان هو بيشارك وان هو متواجد وان هو بيحاول يعمل لنفسه اسم، دي حاجه كويسه جدا وحاجه تشرفنا جدا. طب كابتن، نرجع لمجموعتنا تاني، تونس، الكونغو، غينيا، المغرب ومصر، دي مجموعتنا. طيب توقعات حضرتك، هو طبعا نظام البطوله عشان اوضح للساده المشاهدين، هو يتاهل اول وتاني من كل مجموعه، فاول وتاني من ثلاثه بسته، وياخدوا احسن اثنين توالد من الثلاث مجموعات، يبقى كده ثمانيه، ده دور الثمانيه. فاذا يعني مصر عندها فرصه جيده، يعني لما ياخدوا احسن توالد ان شاء الله حتى او تاني فالدنيا كويس. شايف مجموعتنا ازاي؟ شايف حظوظنا في المجموعه يا كابتن؟ والله هو حظوظنا طبعا في المجموعه وعلى حسب حسب المباريات اللي احنا نلعبها. احنا مباراتنا يعني هتبقى شايف ان هي ترتيبها كويس ان احنا. طب حظوظنا يعني قصدي اقول ان هو مثلا تونس طبعا فريق قوي، يعني تونس فريق قوي ومشارك باستمرار بالظبط، واحنا لعبناه في بطوله وديه قبل بطوله افريقيا. أيوة. كان هم سافروا بطوله وديه في اسبانيا تقريبا، تقريبا اسبانيا. ولعبنا منتخب تونس، لعبنا تقريبا خسرنا فرق 3، يعني قريبه يعني الدنيا قريبه مش بعيده، وده طبعا بالنسبه ان هو اول مشاركه ولسه ما شافوش الاجواء بالزبط. فهي دي وضع طبيعي اننا. طيب دي تونس اللي هي مرشحه تبقى اول المجموعه. طب الكونغو برازافيل بتهيالي بعيده، يعني احنا نعرف كونغو الديمقراطيه قويه بالظبط، وبدليل ان هم حاطينها يعني سكند ليفل في المجموعه الاولى. تمام. ولكن الكونغو برازافيل بتهيالي نكسبها ان شاء الله. والله بص، هي الفكره كلها انا دايما عندي اعتقاد ان انا ما بخافش من اي فرقه، انا بخاف من نفسي. انا صح. جاهز. انا مركز، انا عارف انا هدفي فين، انا بشتغل عليه. صحيح. وفي الاول وفي الاخر احنا بنلعب رياضه، رياضه فيها مكسب فيها خسارة. ممكن تبقى موفق او غير موفق بالظبط. فهي الفكره كلها ان انا اللي انا ببلغ اللعيبه بيهم، حقق يعني صدق حلمك، طلع كل حاجه عندك وسيب بقى الباقي دي بتاعت ربنا. طب كابتن المغرب رايك ايه؟ لا يعني المغرب، لا المغرب بعيده بعيده. انا من وجهه نظري المغرب بعيده، يعني احنا بنتكلم في تونس والكونغو وغينيا، الثلاث فرق دول هو اللي المفروض معاهم مصر بالظبط هيحدد فيهم اللي هو. بس انا من وجهه نظري ان هتبقى نسبه ان مصر تبقى متواجده من الثلاثه كبيرة. نسبه كبيره جدا. انا إن شاء يعني الله. ممكن ازيد من الشعر بيت ان ممكن ان شاء الله، انا يعني حاسس ان ممكن نبقى تاني. والله مش بعيد. يعني ممكن لو كسبنا الكونغو وغينيا طبعا هيلاقي قوه بدنيه رهيبه جدا، ولكن بالزبط. ممكن نخش تاني وده هيريحنا. هي انا كل بس هي المشكله كلها ان هو هم ما لعبوش فرق افريقيه. افريقيا السمراء، فرق افريقيا السمراء ما طبعا لعبوش. فهي لعبهم مختلف، القوه البدنيه غير طبيعيه طبعا. فهي دي بس اللي هتقابلهم المشكله جوه المباراه. بس خبره، يعني هياخدوا خبره اكيد، هنبقى بعد احسن من قبل اكيد, أكيد طبعا. طبعا طبعا هي كل اللي احنا فيه واللي احنا رايحينه ده هي مجرد انا تجارب شغال عشان عايز اوصل للهدف الكبير، مش صح. مش هدف الصغير، الاستمراريه. طب كابتن، خلينا نروح للمجموعه الاولى بقى اللي هي انجولا والكونغو الديمقراطيه والراس الاخضر والجزائر. شايف مين ممكن اول وتاني من المجموعه دي؟ هو طبعا انجولا والكونغو. طبعا انجولا في حته ثانيه، يعني هي انجولا طبعا في حته ثانيه خالص. لعيبه يعني هو من زمان فرق، حتى كمان احنا لما بنلعب الانديه، لما بنروح احنا كنا رجال، لما كنا بنروح احنا بنشوف لعيبه هي تقدر تجاري ولاد ما شاء الله عليهم، يعني قوه غير طبيعيه. عندهم هاندبول جميل جدا. تقريبا في 2016 او 17 استضفنا بطوله زي بطوله افريقيا للانديه في النادي الاهلي، 16 17 18 18 قطناها قناه النادي الاهلي، ولعبنا فرقه من انجولا كانت موجوده. حاجه دي، لا هم كان بريميرو دي اجوست. ايوه اول اغسطس بالظبط. وكان انا فاكر هم بيخشوا في عندهم فرقتين انجولا، اللي هي بريميرو دي اوكس اول اغسطس، وفي واحده بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو بترو اتلتيكو دي الاثنين دول طبعا هم دايما اول وتاني، اول وتاني في كل البطولات. بترو اتلتيكو دي شركه بترول هناك. انا رحت المجمع بتاعهم، حاجه غنى جامد جدا، وبيجيبوا دايما لعيبه جامده. وبريميرو هو النادي الاهلي هناك بالظبط. النادي الاهلي هناك بريميرو هو يعني الشعبيه الطاغيه في انجولا. ما دي حقيقه. بس هو يعني انا شفت هم يعني، بس لو احنا فنياتنا عليت
وتقفلنا في الدفاع بقى احسن اكيد نقدر نوقفهم ونجريهم. هي عايزه خبرات، عايزه خبرات. هي هي الفكره كلها، بس هي خبرات. بنتكلم فوق العشر سنين احنا بعيد عن عن السياحه، فطبعا وضع طبيعي. انا مش عايز الناس اللي هي تبقى ضغطه عليهم. لا يا جماعه، احنا طالعين نقول للناس احنا موجودين. نعم. وان شاء الله هنبقى موجودين. نعم. طيب خلينا نروح للمجموعه الثالثه اللي كانت حضرتك قلت الكاميرون والسنغال ومدغشقر وكوت ديفوار. مجموعه جامده. لا المجموعه دي يعني باستثناء مدغشقر يعني في ثلاث. هي طبعا مجموعه تقيله طبعا. هو طبعا شايف كاميرون، سنغال، كوت ديفوار، الثلاثه دول هم اول ثاني ثالث. بالظبط. السنغال صاحب الارض والجمهور، الكاميرون صاحب تاريخ، كوت ديفوار صاحب تاريخ. بالظبط. فالثلاث فرق دول هيبقوا كمان. الغريبه ان هم ثلاثه افريقيا سمراء. ومدغشقر يعني خدهم معاهم هم يعني يعني وسط، بس برضه تعتبر افريقيا السمراء. مجموعه يبقى كلها فيها انرجي وباور غير طبيعي. دي حقيقه غير طبيعي. دي كانت المجموعات يا جماعه. وخلينا نروح بقى للمباراه اتلعبت النهارده. النهارده كان اول يوم. خلينا استعرض مع ضيفي طبعا العزيز كابتن محمد عبد الوارث مباراة النهاردة ونتائجها. اتفضل يا كابتن محمد. كانت مباراة تونس والمغرب. فوز تونس 35-25 زي ما حضرتك توقعت. بالظبط. يعني احنا ما كناش شفنا نتائج. هي بالظبط. حضرتك قلت المغرب بعيد. دي 10 اهداف في اول جولة، فده يعني واحنا كنا خسرانين من تونس فرق 2-3، فكلام حضرتك بالارقام تمام. اتفضل يا كابتن. كونغو برازافيل وغينيا. طبعا كونغو 25-21، مباراة مش بعيدة. بس ده وضع طبيعي، ممكن تبقى مستواه قريب. لا وكمان بدايه البطوله. فوضع طبيعي ممكن يبقى يعني اول مباراه في البطوله، فطبعا اللعيبه لسه ما دخلتش في الاجواء. فدي انا شايف من وجهه نظري يعني ان هي لا هتبقى. بس خلي بال حضرتك النهارده المباريات مباريتين من مجموعتنا مصر كانت مريحه. يعني تونس، المغرب، الكونغو برازافيل وغينيا لعبوا. بالظبط. مصر النهارده مريحه. بالظبط. ودي كانت فرصه كويسه اكيد تشوف الفرق. بالظبط. دي حاجه طبعا. دي حاجه مهمه جدا يعني كابتن رامي زي ما انا طبعا ابدا اشوفهم، هبدا ادرسهم كويس قوي. هبدا اشتغل على نقط ضعف، نقط القوه بتاعتهم، ايه اللي انا اقدر العب بيه، اللعيبه الموجوده، الخامات اللي عندي، مين يبقى متواجد في البدايه، مين مش متواجد في البدايه. الحاجات دي مهمه جدا، دي بتساعدني كتير ان انا اشوف الفرق كلها اللي معايا موجوده. فدي حاجه كويسه جدا. بس نقدر برضو نتوقع حاجه يا كابتن، يعني طبعا هو مباراه مش باينه كل حاجه، ولكن نقدر نتوقع هي الفرقه رقم واحد او اقوى فرقه في المجموعه تونس زي ما حضرتك قلت. بالظبط. يجي وراها الكونغو. بالظبط. برازافيل. يجي وراهم غينيا. غينيا. تيجي وراهم المغرب. بالظبط كده. ده الترتيب تقريبا بعد اول يوم من رؤيتنا بالنتائج، انه تقريبا القوه كده، ولكن وارد كل دي مش هتتغير. يعني وارد، وارد يكون ان في منتخبات مريحه لعيبه. صحيح. حتى انا مثلا لو احنا بنتكلم في كونغو برازافيل وغينيا، ممكن يكون الكونغو مريحين لعيبه عشان هم هيلعبونا الماتش الجاي. بالظبط. فهي دي وضع طبيعي ان انا برضو ما بكشفش اوراقي كلها. فطبعا وضع طبيعي ان انا ممكن وارد يبقى يحصل كده، وارد ان هو لا دي هي ده المستوى. بس خلي بال حضرتك كونغو وغينيا لا اظن ان حد هيريح حد. ليه؟ لان الماتش ده بالنسبه لهم على الثاني والثالث مثلا. بالزبط. هيفرق في الثاني والثالث. بالظبط. فالماتش ده بالذات اكيد الفريقين لعبوا بكل قوتهم. اكيد. انما المغرب وتونس لا، ممكن يكون في بالذات ممكن. تونس ممكن، بس احنا مش فارق معانا، احنا شفناها هناك. اكيد. فمش فارق معانا خلاص. لا ما بالظبط، هي خلاص. انت عارف يا كابتن لما كنا زمان نلعب في افريقيا كنت مثلا اقعد في المدرجات. والله يعني اقول لحضرتك قصه كده جميله، يعني كنا نقعد في المدرجات نشوف مثلا ايه وسط افريقيا بتلاعب الكاميرون مثلا. ونبقى احنا دي في مدرجات فوق نشوف معركه مش ماتش. وبيقع والعظم يخبط في الارض ونسمع الهبد من واحنا فوق في الصاله. اتنين واخدين بعض من فوق ونازلين دب. نقول ده احنا هننزل هناخد 30 بونت منهم. اكيد. ده هيموتونا هياكلونا. ننزل الملعب لا شكل تاني خالص. شكل تاني خالص. ما هي ازاي انت تعرف توصل لهدفك بابسط الحلول؟ هي دي. والفرق ما بيننا وما بين الدول الافريقيه يعني انا من وجهه نظري برضو مع احترامي الكامل ليهم هو فرق عقل برضو. احنا عندنا في حته موجوده بنعرف نستغلها. الحته دي مهمه بنعرف جدا. بنعرف نتصرف، بنعرف بالظبط ازاي عندك رؤيه. يعني بالظبط كده. فهي دي الحته، يعني هي دي ده اللي بيفرقنا عن الدول الافريقيه. زي دي الموهبه كمان بقى. بالزبط. هم عندهم قوه بدنيه. بالظبط كده. انما ممكن المنتاليتي شويه مع الخبرات اللي عندنا بتفرق من ناحيه. دي اكيد البدنية. اكيد ده يعني تصور. طيب في مباراه فاضله الكاميرون وكوت ديفوار. كاميرون 28 كوت ديفوار 16. يا خبر ابيض. ده كوت ديفوار ما شافتش. لا نيمة ما شافتش خالص. ما شافتش 16. يعني انت تجيب 16 جول خش فيك 28. لا كده كده كوت ديفوار بعيده يا كابتن. هي كده كوت ديفوار بقى الواضح ان هي هتبقى مدغشقر الثالث.
بالظبط كده. هيبقى السنغال هتكسب مدغشقر وكوت ديفوار غالبا بالزبط. وهتخسر من الكاميرون. الكاميرون جامده. ده وارد. وارد يعني كده بشكل يعني كده بتهيألي كده لا كده بانت الدنيا خالص يعني. طب يا كابتن احنا سنة كام على الجزائر في المجموعه؟ الجزائر اخبارها ايه؟ الجزائر هي لسه ما لعبتش ما بانتش. الجزائر فرقه انا يعني اللي انا اعرفه عنها ان انا يعني بدات ان انا اسال عن الفريق، لا فريق مش قوي، فريق متواضع. بس طبعا بس طبعا الجزائر ممكن لا تكون اعلى من المغرب شويه كهاندبول. بس هم مش على الساحه يعني الفتره الاخيره، هم مش ظاهرين، ما فيش اي اخبار عنهم. بس خليني اقول لك كابتن ان مهمه السيدات مش صعبه، ده هم فرقتين ثلاثه. ما هي دي هي يعني معلش زي الرجال يعني. انت في الرجال بتونس صح؟ هي بتتكلم في تونس والجزائر. هي الجزائر برضو بس يعني على هي الجزائر بتبقى في فترات اجيال واجيال. بالظبط. انما تونس معانا في كل هي حاجة. تونس طبعا ما فيش كلام ان هي احنا بنتكلم نفس الكلام في بس تونس هيزيد عليهم انجولا ويزيد عليهم مثلا كونغو ديمقراطيه. بالظبط. انا مش شايف حد ممكن يعني. انا هنقول انجولا خليها بره. انت انجولا عايز شغل تاني بقى واعداد بقى 3-4 سنين وتمرين واخد بالك والكلام ده كله تفرغات وبتاع. بس بالزبط. انت تونس تقدر والكونغو الديمقراطيه تقدر يعني. احنا برضو الموضوع مش مستحيل. لا هو 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 انا دايما بقول ما فيش حاجه اسمها مستحيل. الله ينور عليك. وارد وسهل جدا ان انا هشتغل هتعب هلاقي. صحيح. بس صحيح. طب كابتن يعني الساده المشاهدين محتاجين يعرفوا برضو مواعيد مباريات عشان يتابعوا المباريات. هنلعب امتى ونلعب مع مين امتى ومواعيدها بالميعاد واليوم. بالظبط. اتفضل يا كابتن. مباراه اول مباراه لينا هتبقى مع الكونغو، هتبقى يوم الخميس بكره، هتبقى الساعه 2 الظهر. تمام. توقيت القاهره ان شاء الله. ده كل ده توقيت القاهره طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. والمباراه اللي بعدها هتبقى يوم الجمعه يوم 11 تونس. هتبقى الساعه 6. بعديها هتبقى مع المغرب يوم الاحد يوم 13 نوفمبر. دي هتبقى الساعه 2. اخر مباراه هتبقى غينيا يوم الاثنين. هتبقى يوم 14، هتبقى الساعه 2 برضو. بس خليني اقول لحضرتك كابتن ان هو احنا هنلعب يومين ورايح يوم. هنلعب خميس جمعه رايح سبت حد اثنين. بالظبط. بس عايز رايي انا. انا هاخد راي حضرتك واقول لك رايي. رايك اهم ماتش من دول ايه؟ انا اهم ماتش بالنسبه لي لا اقراهم كويس الاربعه دول. اهم ماتش المصري ايه؟ واهم ماتش اول مباراه كله. عيني عليك يعني عليك طبيعي. ما هي دي هتفرق معايا عشان ابقى تاني ولا تالت. عيني عليك يا كابتن. بس هي دي ماتش مصر وكونغو. بالظبط. اول مباراه دي اهم مباراه. انا شايفت للترتيبه لمصلحتنا. لا بس هي كانت المفروض كانت الكونغو ما تبقاش اول مباراه. خدنا غينيا مكانها. غينيا او كنت خدت تونس في الاول. ماشي. تونس او خدت تونس في الاول مش فارقه يعني. انا وتونس في حته ضربنا في بعض بعد كده الباقي. عشان انا شايف ان هو برضو اخر مباراتين دول بالنسبه لي كويسين. انا حتى لو لا قدر الله حصل حاجه في ماتش الكونغو ان انا اقدر اراجع نفسي. هي طبعا بس هي الكونغو انا قصدي اقول ان مباراه الكونغو دي بناء عليها هتحدد لك حتى طريقك في البطوله. بالظبط. دي يعني هتتاهل ثالث وتاخد بقى طريق تصطدم باول في مجموعه من المجموعات. بالظبط. ولا تاخد ثاني وتقابل لك مثلا ثاني. دي حقيقه. عشان كده انا ما كنتش حابب ان الكونغو تبقى اول مباراه، ابقى تبقى ثاني مباراه بالنسبه لي. بس على الله على الله نحسبها. بس طبعا اتمنى طبعا ان هي تبقى دي دافع كويس قوي ان هو الكونغو ما شافتش مصر او ممكن تكون شافت في المباريات الوديه. واسم مصر برضو. طبعا اسم مصر بقى هو. وبرضو ممكن يكون وارد ان هم داخلين ان هو منتخب مصر بقى له فتره مش موجود على الساحه. فطبعا فدي برضو دي عوامل ممكن تساعد. والله اعلم برضو احنا برضو بنقول ووقت المباراه الدنيا بتختلف. بس اقول لك على حاجه كابتن. انا شايف يعني من وجهه نظري ما اعرفش حضرتك يعني تتفق معايا في الراي انه حراسه المرمى ماتش الكونغو بتاع بكره لان احنا مش عارفين الفرقه لسه. فحراسه المرمى لو موفقه بكره احنا نبقى في حته ثانيه. والله هي حراسه المرمى لو موفقه في اي مباراه ده طبعا دي بتريح اللعيبه كتير جدا. انا لما وانا واقف وتريح الجمهور يا كابتن. والله اكيد اكيد. انا بتكلم واحنا حتى لما كنا نبقى متواجدين جوه الملعب انا لما ببقى الاقي احنا ببلدي كده زي ما بنقول كده انا ظهري مش عريان. هي كلمه اللي هو انا مكشوف. واقف انا بالظبط. انا ظهري ما انا حاسس ان انا في حيطه في ظهري. لما هتسند عليها عارف ان الدنيا وانا قصرت هو. بالظبط كده. فهي دي الفكره. وعندنا الحمد لله يعني منا واخده احسن حارس مرمى في كاس العالم نشأت. كانت معانا في وكانت
البطولة الأخيرة اللي هي الودية دي كانت واخدة برضو من أحسن الحراس، نسبتها كانت عالية جدا ما شاء الله، هي ماشية في طريق إن شاء كويس الله جدا، منها تتوفق بإذن الله. ربنا يكرمها إن شاء الله وتبقى سبب إن شاء الله تبقى هي تساعد الفريق إن هي تبقى متواجدين إن شاء الله. طيب خليني عايز أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر، بس لازم نطلع فاصل يا كابتن. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد عبد الوارد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد ومدرب عام فريق السيدات لكره اليد بالنادي الاهلي. كابتن محمد، عشان يبقى عندك منتخب قوي لازم يبقى عندك دوري قوي. اكيد. الدوري السنه دي على المستوى المحلي يعني مين هيكون منافسنا؟ دايما الجمهور او دايما المتابعين يقول لك اهلي وسبورتنج، بس الحقيقه بعد ما تابعنا كذا جوله من الدوري لا، الموضوع مش اهلي وسبورتنج، يعني الوضع المحلي ايه النهارده؟ عندنا كام فرقه ممكن تنافس؟ دلوقتي يعني تقريبا احنا بنتكلم في 5 فرق 6 فرق مين؟ متواجده. مين يا كابتن؟ يعني في الشمس، في سبورتنج، في دلوقتي سموحه دخل، في طيران بدأ يبقى موجود، طبعا الاهلي، الاهلي طبعا، الزمالك، الزمالك، يعني بنتكلم في 6 فرق زائد في فرق لسه بتتكون تكوين او طالعين بالعناصر الشباب اللي هم 2002 ومعاهم مدعمين من 2004، لا بدأ يبقى ليهم وجود في الدوري. طب انت شايف دوري السيدات السيد قوي؟ يعني شايف الدوري انا السيد شايف اقوى ان من السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ انا شايف ان السنه دي هيبقى اقوى بكتير عشان التدعيم بقى اكتر، التدعيم اللي هو جيل 2002 هو واخد فرصه كويسه جدا اذا كان مشاركات المنتخبات، فدي ادت دفعه كويسه جدا ان هو يبدا يكون جيل كويس، فبدا هو اللي متواجد دلوقتي مع الدرجه الاولى، زائد ان انا 2004 بدات اخد منهم عناصر اكتر. الاول كان الفريق الاول السنه اللي فاتت كان ياخد من 2004 عنصر واحد، لكن دلوقتي يقدر ياخد منه عنصر واثنين وثلاثه في 4، يعني 18 سنه بالظبط. فهي الفكره كلها ان هي بدات القوه بدات تطلع من الاجيال اللي تحت، وهم ما شاء الله في عناصر كويسه جدا موجوده في الاجيال اللي تحت، فهي دي اللي هتبدا تقوي الدوري. هي الفتره الاخيره كان في مشاكل عشان كان الدوري محصور في فرقتين ثلاثه، دلوقتي بدا ان التدعيمات للانديه كلها بدات تجيب، بدا البنك الاهلي السنه دي بدا يبقى متواجد، بدا يدعم، واخد من النادي الاهلي فوق. الرجال عاملين فرقه حلوه، الرجال عاملين فرقه، والسيدات السنه دي اول سنه ليهم عملوا فريق سيدات واخدين من النادي الاهلي لا يقل عن 6 لعبات من 2002 من الجيل اللي انا كنت ماسكه، فما شاء الله هم حتى كمان ماشيين في الدوري ما شاء الله كويس. يعني نحط على الخمسه السته دول البنك الاهلي، البنك الاهلي هيبقى متواجد بصوره كويسه في الدوري ان شاء الله، وانا شايف ان تدعيماته كويسه وان شاء الله السنين القادمه طبعا هيبقى في اختلاف عنده. طيب انا هاخد من كلام حضرتك وعايز احط الضوء عليها شويه. حضرتك قلت بوجود منتخبات بقى ناشئات وشابات بالظبط، منتخب كبير اصبح هنا دوافع، في دوافع للاعيبه دلوقتي ان انا عايز ابان بمظهر كويس عشان اتخذ المنتخب. اكيد طبعا، زي الرجال بالظبط. يعني شايف الموضوع ده تاثيره كبير طبعا مع الرعايه بقى والانديه اللي دخلت والكلام ده كله. أكيد. شايف الدوافع عند اللاعبات هتبقى عاليه النهارده هم بيتفرجوا على المنتخب وبيلعبوا بطوله افريقيا؟ طبعا اول حاجه انا شايف طبعا دي خطوه كويسه جدا من الاتحاد ان هو يعمل فريق سيدات، شايف ان دي هتبقى يعني ادي دافع كويس جدا للعيبه اللي متواجده بقى عندهم هدف، انا مش مجرد ان انا بلعب في الدوري وخلاص، انا بقى عندي هدف دلوقتي ان انا في منتخب، من المنتخب هبدا اتشاف بره، فهبدا صح. ان انا اقدر اطلع بره مصر صحيح، هبدا يبقى الاحتراف طموح. عندي هيبدا طموح. بالظبط، هيبدا الاحتراف، وطبعا الاجيال اللي موجوده دلوقتي بقت الموضوع بالنسبه لها اسهل من الاجيال اللي قبل كده، ان هم يقدروا يتعايشوا، ان هم يقدروا يدرسوا بره، ان هم العالم يقدروا كله بقى متشاف. بالظبط، بقى الدنيا كويسه، يعني انا شايف ان دي بقت اسهل وكويسه جدا للفتره دي، قوي جدا لكل اللاعبين الموجودين، ان انا هدفي ان انا مش بلعب رياضه لمجرد رياضه، انا بلعب رياضه عشان بقى في هدف قدامي دلوقتي هبدا اسعى له. خلي بالك يا كابتن، الاتحاد برضو عمل العقود، اكبر الانديه طبعا عمل العقود طبعًا. خلي بالك دي كانت اول خطوه بان فيها ان الاتحاد أكيد. جد أكيد طبعًا. في انشاء منتخب، خليني اقول برضو أكيد. انه مش منتخب كبار بس، لا شابات وناشئات والاثنين شاركوا في كاس العالم. اكيد اكيد. فهنا انا بتكلم عن سياسه واضحه، اكبر الانديه بعقود احتراف للاعبات، ودي حاجه يعني انا من وجهه نظري حاجه كويسه جدا ان هو عمل موضوع العقود ده، ان اقدر يبقى فيه ثواب وعقاب،
الاول كانت الانديه ما فيش عقود، بالرغم ان احنا كنا عاملين في الاهلي، احنا كنا عاملين عقود طبعا، بس هي الفكره كلها ان انا ما فيش الزام بيها، ان هو مجرد راتب شهري بيبقى موجود للعيبه. ففي الاول وفي الاخر هو ما كانش بالقيمه اللي هو المفروض ان انا اقدر اعاقب بيها، او اللعيب نفسه ان انا عاقبت اللعيب، هو بالنسبه له انا ما فيش اي حاجه، والهدف نفسه انا عادي ممكن اقول لك انا قاعد في البيت. ما هو المنظومه عشان تتظبط بالظبط هي دي، المنظومه عشان تتظبط هي دي، لازم السيستم يبقى موجود بيني وبينك عقد بالظبط. هو حطيت سيستم، حطيت ثواب وعقاب، هتبقى كويس، هتوصل للمنتخب، هتأثر في حق نفسك، هتلاقي نفسك مش متواجد، وبقت الاجيال اللي طالعه بدأ فيها وجود، بقى ليها وجود كبير جدا جوه الفرق، فبدأت المنافسه تبقى اقوى. فهي دي الدوري بالشكل ده، ودي حاجه برضو ما تزعلناش، بالعكس احنا هنبسط جدا بحاجه زي كده في الاخر. اكيد ده منتخب اكيد اكيد طبعا. طب يا كابتن خليني اقول حاجه، يعني اشيل الحرج من على حضرتك، ولكن انا عايز اتكلم عنها يعني، وهو التحكيم المصري في كره اليد. ولكن انا دايما بشوف مستوى رائع في الاداء، في اللاعبين، الكوتشات، المدربين في كل حته في العالم، ولكن يبقى منظومه التحكيم محتاجه تطوير. انا ما بهاجمش الحكم، لا احنا محدش بيهاجم دول يعني بشر زينا واخواتنا واصحابنا، ولكن انا بتكلم هنا ازاي ارقى بمستوى التحكيم. انا دلوقتي عايز، عشان طالما عندي لعيبه دلوقتي محترفه بره، ولعيبه بملايين، ولعيبه بتتقاضى ملايين، وانديه بتضخ في السنه 50 و60 مليون جنيه استثمارات في لعيبه، فانا دلوقتي لما اجي اتكلم على تحكيم لازم التحكيم يرتقي لهذا المستوى. اعمل ايه كمنظومه عشان اعلى بمستوى التحكيم المصري في كره اليد؟ طبعا انا شايف ان لازم يبقى فيه شغل، زي ما الاتحاد بدا يعمل سيستم وشغل للمنتخبات كلعيبه، لازم اعمل نفس المنظومه دي اعملها للتحكيم. طبعا احنا ما بنقللش من اي حكم خالص تماما، هو مجرد ان هو يعني اللي موجود بيشتغل عليه، في ناس بتشتغل على نفسها، وفي ناس شايف ما فيش سيستم واضح بالظبط، ما فيش سيستم واضح. فانا لازم 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 في دراسات، لازم محاضرات كتيره، لازم ثواب وعقاب، معايشات، لازم طبعا المعايشات دي طبعا، ما دي دي حاجه مهمه جدا، ان انا لازم حكام تبدا تشتغل على نفسها، لازم الاتحاد يسهل الموضوع ده او يساعد او يعمل بروتوكولات مع دول تانية. ده وضع طبيعي ان هو لازم يبقى ابديت على طول، لازم يبقى الدنيا واضحه لي كحكم، ايه الجديد اللي موجود، ايه الاخطاء، ايه الحاجات التفاصيل الصغيره ان انا لازم ابقى موجود فيها جوه الملعب، مش مجرد ان انا شايف لعيب او شايف كوره فقط لا غير، لا في حاجات تفاصيل تانية. طب يا كابتن هسال حضرتك سؤال، ايه الازمه لما زي ما انا عامل عقود للاعبين والمدربين اعمل عقود للحكام؟ يعني انا كاتحاد دلوقتي اجيب حضرتك حكم، انا بمضي معاك سنه تشتغل معايا كاتحاد كحكم، تمام، وزي ما عملنا في السيدات ان انا دلوقتي بدايه المنظومه لازم يكون في العقد شريعه المتعاقدين بالظبط، وبالعقد النقطه اللي حضرتك قلتها يبقى فيه ثواب وعقاب. اكيد طبعا، فكره زي كده ليه لا؟ ليه لا؟ الحكم ما يحسش انه مقدر، وانه بيتعامل كزيه بزنس زي اللعيب وزي المدرب. ما هي دي حقيقه يعني، ما هي دي موجوده تقريبا بره. صحيح، بره ما فيش حكم بيشتغل باجره ماتش عقد. ما هي انا بمضي عقد. طبعا على فكره انا ما بتكلمش على اتحاد اليد، لا ده انا بتكلم على كل الحكام، باستثناء كره القدم بس شويه، لان يعني كره القدم موضوع مجزي، ولكن الالعاب الاخرى لا هي لازم اكيد لازم طبعًا. زي ما نادينا بعقد موحد للمدربين وده حصل، لازم يكون عقد موحد للحكام. دي انا شايف دي طبعا تبقى خطوه كويسه جدا ليهم، حتى هيبقى عنده الدافع ان هو يبدا يطور من نفسه ويفضي ويدي وقت من وقته بالظبط انه يرقى في هذا المجال. دي حاجه كويسه جدا طبعا. عارف يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، احنا ليه ما بنشوفش حكام نجوم كانوا لعيبه نجوم؟ ليه؟ يعني مش شرط يكون وصل منتخب مصر، ما منتخب مصر عمره ما هيبقى حكم. لانه لاعب لغايه 30 35 سنه فمش هيبتديها تاني. بس ممكن يكون لاعب ايه منتخبات شباب مثلا وبعد كده اصابه ما كملش. أيوة. ليه ما بنشوفش عشان ده؟ عشان هو شايف ان ده مش كارير، ما يقدرش يمتهن هذه المهنه. ما هي دي هي دي المشكله. هي دي المشكله اللي يعني عندنا، ان احنا هي دايما انا عايز اوصل لمكان، او اي شخص موجود هو انا بشتغل عشان عايز اطور من نفسي، عشان عايز اوصل لحاجه، لكن انا شايف ان انا الكارير اللي انا هبقى فيه او هخش فيه هو بلا هدف. هو انا زي بنقول ان هو انا يوم هنا يوم بالزبط. هنا يوم هنا، طب وبعدين؟ مفيش اي تطوير، وما يعني مفيش منه هدف ان انا ابدا اوصل لحته عاليه.
يعني اقول لك حاجه ليه؟ احنا شفنا لعيبه دلوقتي عندنا 7 أو 8 لعيبه محترفين في اوروبا وعندنا مدربين موجودين في كل حته في العالم اكيد بس ما عندناش حكام انا ما بتكلمش بس على اليد بتكلم على الالعاب الاخرى هي كل الالعاب فعلا دي حقيقه دي مش حكم يعني مش هتلاقي في كاس عالم ولا في بطوله عالم انديه حكم مصري ده موضوع يا جماعه لازم لازم ده يبقى قضيه قوميه لازم حتى الوزاره ومن هنا نتكلم يعني يا ريت هو كاس عالم اللي ممكن يبقى موجود يعني بيبقى متواجد فيه عشان مصر مشاركه او عشان تمثيل افريقي عشان تمثيل افريقي و بالظبط عشان اديت هو... اديت حكم مصري فاينل قبل كده اديت حكم مصري سيمي فاينل اديت حكم مصري دور الثمانيه مش اديتش مفيش حكام منورين زي الكوره كده زي ما كان عندنا في الكوره زمان حكام منورين يحكموا كاس عالم ويعملوا ضجه كبيره مفيش طب هي دي. لازم الموضوع ده يعني لازم يقتل بحثا ده انا شايف طبعا 100% لازم تبقى يعني النقطه دي لازم الاتحاد يبدا يحط عينه عليها ان هو يبدا مشروع قومي ودايما كره اليد سباقه وهي هي اللي بتقود ده اكيد الاتحادات الجماعيه كلها هي دي هي دي حقيقه لو هي تمنت مشروع قومي لرعايه الحكم وتطويره لا هنشوف التحكيم بحته ثانيه يا كابتن هنشوف التحكيم لان الواحد بيصعب عليه ما هو عنصر من عناصر اللعبه اكيد طبعا هو ممكن في مباراه يضيع مجهود ناس شكرا بالظبط وحصلت في مباراه صحيح صحيح طيب خلينا نرجع يا كابتن للرجال بسرعه يعني احنا فاضل دقيقتين ثلاثه فريق الرجال بتاعنا بقى في النادي الاهلي فرصه حضرتك معايا طبعا ومتابع جيد للفريق اخبار الاصابات ايه حضرتك يعني كان عندنا في اصابات كان عندنا سيسا وزيزو ومهاب ولاشين دلوقتي ربنا يشفيه رب صليبي تمام الاصابات دي اخبارها ايه يعني من قعدتك في النادي متقابلك في التمرين معاهم هو تقريبا يوميا احنا بنتقابل عشان هم بيبقوا في التمرين هم في الفتره اللي قبلينا على طول فلا الحمد لله الفريق دلوقتي في استقرار مع المدرب الجديد ديفيد عامل منظومه كويسه يعني سيسا رجع سيسا بدا يرجع طبعا الملعب خلاص زيزو نفس الكلام هو لعب كاس عالم سوبر جلوب كان موجود معاهم والحمد لله ادى باداء كويس جدا طب الحمد لله طب مهاب ما لعبش سوبر جلوب كان حصل اصابه في المباراه مع المنتخب نعم ورجع الحمد لله دلوقتي هو متواجد وبدا لعب هو لعب ماتشات كمان معاهم الماتشات اللي فاتت دي لعب بدا يشارك ولعب الحمد لله 100% تمام هو بس هو لاشين هي الاصابه طبعا بتاعته ربنا يشفيه عمل عمليه ودلوقتي بدا التاهيل بتاعه بدا الحمد لله في تحسن كبير لا انا شايف لاشين يعني كان استوى يعني طبعا احنا بنقول قدر الله ما شاء فعل وده قدر ده أكيد. بس هو يبدو ان اللاعب لازم يمر باختبار شديد دي حقيقه يعني لاشين كان واقف على رجله وكان عامل مباراه ولا اروع مباراه كويسه جدا جدا في السوبر جلوبال ولكن اصابته دي يعني اختبار ما هي دي بقى هي الفكره كلها ان هو اللعيبه دايما انا بقول للعيبه ان هو لازم ما تستناش ان يحصل حاجه عشان تفوق ابدا دايما حاول تحافظ على نفسك حاول تركز انت عايز توصل لفين وطبعا الاصابه دي حاجه بتاعت ربنا ما حدش يقدر يتكلم فيها بس على قد ما تقدر انت ازاي تعرف تحافظ على نفسك طول ما انت جوه الملعب حاول بقدر الامكان ان انت مبارياتك نومك اكلك شربك حياتك عموما تختلف تماما احنا دلوقتي بقينا في عقد يعني حياه احترافيه جوه مصر بقت حياه احترافيه عشان اوصل لهدفي لازم اتعايش باحتراف انا بنام امتى باكل امتى بصحى امتى بتمرن امتى بمرن نفسي لوحدي امتى يومي ازاي بقدر افصله على الحياه اللي انا عايش فيها وهتبقى هي دي سنه الحياه اللعيبه راضيين هي دي سنه الحياه لازم دي فترتك بالظبط انا هي فترتك حافظ عليها هي بالظبط هي الرياضه كده انا ليا فتره بشتغل على نفسي فيها بعد كده هبدا اعيش حياتي بحياه تانية خالص والامور هتبقى مختلفه تماما مختلفه جدا بالظبط كابتن محمد انا مش يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني الوقت مر سريعا مع حضرتك وانت غطيت لنا امور كتيره وفرصه كنت معانا واتكلمنا على الولاد واتكلمنا عن 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 امور كتيره انا بشكرك نورتني وشرفتني الله يخليك كابتن هيثم وانا اللي بشكرك جدا وانا اللي سعيد بوجودي طبعا في بيتي ومع اخويا الكبير طبعا ودايما ان شاء الله كده في لقاءات كده مع بعض يا رب دايما ان شاء الله الله يخليك كابتن اعزائي المشاهدين ده كان النهارده حلقتنا عن منتخب مصر للسيدات لكره اليد واللي بنتمنى له كل توفيق من هنا وان شاء الله هنتابع مبارياته وان شاء الله يحققوا انجاز كما عودونا كرة اليد. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.